السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على قناة مركز خدمات المحمول، واللي هنتكلم فيه عن باقات كارت الكبير واللي بتقدمه لنا أورنج. بس الأول ياريت تتأكد من الاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس علشان دايما يوصلك كل الجديد. علشان تشحن باقة كارت الكبير من خلال كارت الشحن، ده بيكون عن طريق الكود من الشمال: شباك 102 نجمة 1 نجمة كود الشحن شباك، وده بيديلك وحدات لكل الشبكات. أما لو كنت عاوز تشحن سوبر ميجا بايتس، فده بيكون عن طريق الكود من الشمال: شباك 102 نجمة 2 نجمة كود الشحن شباك. أما بقى لو عندك رصيد وحبيت إنك تشحن من رصيدك باقات كارت الكبير، فده بيكون عن طريق الكود شباك 175 شباك، وبعدها بتختار الباقة المناسبة ليك. باقات كارت الكبير بتتنوع من أول 2.5 جنيه ولحد 50 جنيه، وتمتد من مدة يوم ولحد 28 يوم زي ما هنشوف دلوقتي. باقة 2.5 جنيه ودي بتدي 45 وحدة زائد 20 ميجا واتساب، ودي بتكون صالحة لمدة يوم واحد. باقة 4.25 جنيه ودي بتدي 190 وحدة زائد 50 ميجا واتساب، ودي بتكون صالحة لمدة يوم واحد. باقة 5 جنيه ودي بتدي 225 وحدة وبتكون صالحة لمدة يوم واحد. باقة 7 جنيه ودي بتدي 340 وحدة زائد 10 ميجا واتساب، ودي بتكون صالحة لتلات أيام. باقة 9 جنيه ودي بتدي 400 وحدة زائد 50 ميجا واتساب، ودي بتكون صالحة لأربع أيام. باقة 10 جنيه ودي بتدي 450 وحدة، ودي بتكون صالحة لمدة 7 أيام. باقة 13.5 جنيه ودي بتدي 625 وحدة، ودي صالحة لمدة 7 أيام. باقة 15 جنيه ودي بتدي 650 وحدة وصالحة لمدة 10 أيام. باقة 18.5 جنيه ودي بتدي 800 وحدة وصالحة لمدة 14 يوم. باقة 25 جنيه ودي بتدي 1100 وحدة وصالحة لمدة 14 يوم. باقة 28 جنيه ودي بتدي 1250 وحدة، ودي صالحة لمدة 21 يوم. أما عن الباقات الشهرية واللي مدتها 28 يوم، ففي منها باقة 35 جنيه ودي بتدي 900 وحدة، باقة 42 جنيه ودي بتدي 1200 وحدة، باقة 50 جنيه ودي بتدي 1400 وحدة. وزي ما قلنا التلات باقات دول صالحين لمدة 28 يوم. ودي كده كانت معلومات عن باقة أورنج مكالمات والخاصة بكارت الكبير من أورنج. بطلب من كل اللي بيشوفني الاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس علشان يوصلكم مننا دايما كل الجديد. طبعا اللايك لو عجبك الفيديو، والشير علشان نوصل لكل المهتمين بباقات كارت الكبير من أورنج. دمتم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.